خويا شد لي الحلقه الله حطك شد لي الحلقه لازلتم متواصلين معنا في هذا البث المباشر وقفة تضامنية مع الشهيد ياسين اللي حرق راسه بعد ما تعرض للظلم من السلطات المحلية سيدي بالنور اللي حزوا لي على العربة ديالو وعنفوه في الأخير مرضاش ياسين بالظلم اللي تعرض ليه والإهانة ومشى خدا ليسونس وحرق راسه ونعس بالمستشفى بقسم الإنعاش لمدة 4 أيام من بعد توفى من الأول.
السلام عليكم، انا الاخت هضري في الجهه ديالي عندي بغيت تسمع الصوت. انا الاخت ديالي عرفي براسك. السلام عليكم، انا الاخت ديال ياسين اللي مات مسكين محروق من بعد ما تعدوا عليه عايزوا القوه المساعده، والان دابا راه توفى مات الله يرحمه. كنطالب بفتح تحقيق في القضيه ديال خويا، كنتحمل الموت الله يرحمه. كان خويا معاه في الانعاش وقال لي اخويا راه القيد، قال لي القيد والقوه المساعده تعدوا عليا وضربوني وكرفصوه، حتى انه قال لي الاثر ديال الصباط ديالو بقى لي على صدرو. وقال لي اختي ان شاء الله، قال لي الا وقفت اختي قال لي غنتابعهم، قال لي واحد واحد قال لي ناخذ حقي. كنطلبوا من الله يصبرها، وكنطلبوا منكم متابعين الاوفياء تدعيوا ليه بالرحمه والمغفره وتبارطاجيو هذا البث هذا باش الرساله ديال الاخت ديالو والعائله ديالو توصل وياخذوا الحق ديال الاخ ديالو. كملي لنا اختي. اخويا راه ضاع عليا، اخويا ما بغيتش يدير عليا تحقي معاه حقه. انا كنطالب بفتح تحقيق ضد القيد والقوه المساعده اللي تعداو على اخويا. شوفوا انا زاد الشاب كي داير اللي توفى تعداو عليه. الشاب مسكين الله. انا خويا راه ما نتاقش في القبر، انا الاب ديالي في حاله صدمه في عالي. دكتور ما غيتسمع والو. والام ديالي كذلك، انا الاب ديالي البارح ما نعسش الليل كامل، كيقول لي باقي والدي جيبي لي والدي. كان كيقول لي جيبينو مسكين، وكيقول لي راه لا غير غير جيبينو حي. طيب اقطع منه نية زبدة ولا قبر، وانا كنت طالب بفتح تحقيق. السلام عليكم. هضري في الجهد. انا مرضى ياسين، انا مرضى مرضى عمي. الدري كان من احسن خلق الله، كان انسان طيب وانسان طموح، باغي يدير باغي يخدم. دير كروسه ديال طالب معاه شو جلالة الملك. والشباب كيضيع، راه الشباب كيضيع، ولاد سيدي منور كيضيعوا، رانا معامين لمسينات، راه ولادنا معمرين حباسات. جلالة الملك طالبينا، راه ولادنا داروا كراس كيتلقاو لي محايد الكراس، داروا ديزير كيتلقاو لي محايد الديزير. درنا كدرنا فراشات في الشوطية، جانا الخليفة وجانا القايد وحيدنا كل شيء وقلعوا لينا كل شيء وداو البلدية وخلاونا بلاش، خلاونا بلا راس المال. واش غنمشيو نشفرو؟ راه ولادنا كيتكرفصوا، راه ولادنا كيتكرفصوا. كانت هنا المنافس الوحيد عندنا في سيدي منور ما هو الماء، والنهار اللي قطعوا لينا الماء كان بنادم كان تايع كيخرج للموقف كيدبر على رزق وليداته. دابا سيدي ملي حيدوا الماء بنادم كيضيع، النساء كيضيعوا، الرجال كيضيعوا، الدراري الصغار كيضيعوا. هذا الشيء راه غير قانوني اللي كيدير لنا معنا المخزن، المخزن يدير معنا حل، يدير معنا حل. واش الدري مشى يخدم يضربوه ويجريو عليه؟ دار فراشه يقلعوها ليه، دار كروسه يقلعوها ليه. راه هذا الشيء ماشي معقول. راه حنا في مملكه، راه حنا في مملكه محمد السادس، راه حنا في مملكه من هذا المنبر كنقول لك الله يرحم الوالدين. الله يطالب، كنطالب بجلاله الملك يفتح افراح احمد تحقيق في هذا الشيء. خويا مات مظلوم وخويا تعداو عليه، عايش الملك. وكنشكر جميع الناس اللي وقفوا هذا الوقفه التضامنيه مع خويا. كنشكركم ونزيد واحد النقطة، الدري راه ملي تضرب طلع حتى الحي الشعبي القرية كاريان، طلع حيد الصندالة ديالو ولبس فرديلة ومضروب وهود كيجري، ولكن الناس ما كيسحبوش غيحرق راسو، كيقول لهم راني تكرفصت وما كيسحبوش. كروسة عباد الله، كروسة خدافة ديال العود وقلعوها ليه، وموقلي تصحى وباقلي تصحى. هادشي اللي داروا راه لا يعقل. وباش غادي يعيش هاد الناس؟ باش غايعيش هاد الدري؟ غادي تخرج من السجن وفلوس يلاه خارج من ست سنين، خارج من خمس سنين، دار كروسه جلالة الملك. والله العظيم الحشومه عليك يلاه خارج مسكين من خمس سنين، ومو مش جاري ولا خمس سنين.
داروا لي بزاف ديال الحوايج. والله حرام عليكم من جد والله. بزاف ديال الحوايج داروا يداروا يديروهم لي. وتعيشوا عاد انتوما ياك، عاش الملك وعاش الاخرين والدراويج يسقطوا. عاشوا مملكتنا، وين عاشوا المملكة ديالنا وكرامتنا؟ ماشي نعيشوا بلا كرامة. هادو ماشي بشر، ماشي مسعود، مسعود خاري، مسعود خاري واصل. حنا ما ساعدناش الوقت باش نقراو وباش نوصلوا. والدينا ما عندهمش، اش غنديروا؟ ولادنا اش غنديروا؟ حنا كبرنا في فقر، ولادنا كبروا في فقر، اش غنديروا جلالة الملك؟ الله يخليك وطول عمرك لما دير لنا حل. راه ولادنا معمرين ست شهور، ولادنا معمرين سيدي موسى. هاد القرية هاد سيدي بالنور، بالاخص هاد سيدي بالنور. انا كنخرج للمدن كنمشي نخدم، كنخرج للمدن كنشوف كاع الشباب خدامين، وكاع الشباب عندهم شي حاجة ملي كيدخلوا مصدر الرزق ديالهم. وولادنا لا، وولادنا جلالة الملك، ولادنا راه عندنا وزينات ولا ولو حتى حاجة. راه ولادنا كيضيعوا، ولادنا راه كيضيعوا، ولادنا راه شي كيقتل شي، ولادنا راه عندنا الحاجة الوحيدة اللي عندنا حنا مباحة، مباحة عندنا حنا، وهي التخدير والشراب والفانيد. هو اللي داير عندنا الفساد. واش جلالة الملك غترضى المملكة ديالك يكون فينا شباب بحالكم؟ هذا فيلات صغير، هذا فيلات صغير، هما السلطات ما كيظلموش، ولكن راه ولادنا اللي كيظلموا. مناش من قلة الشغل، ما عندوش فاش يتلاهاو، ما عندوش فاش يخدموا. راه هذا الشيء اللي بغيت نقول لك. الله يحفظك يا جلالة الملك، الله يطول عمرك، دير لهم شي حاجة، دير لنا حل وافتح تحقيق. هاد الدري ضحية اليوم، غدا غيكونوا ولاد اخرين. حنا ولادنا كنمشيو ضحية للحبس على ابسط الاشياء وعلى ابسط الحقوق ديالهم. واحد كيدير موتيف وكيتخطى له واحد خط. جلالة الملك الله يخليك والله يطول عمرك، من هذا المنبر كنطلبك وكنناشدك دير لنا وزينات لولادنا فاش يخدموا. ولادنا كيتكرفصوا، ولادنا حنا تكرفصنا، حنا شنو مكرفصين؟ حنا عايشنا ولادنا في موقف، كنخدموا في موقف. قول لي الدري ملي حيات الموقف من هنا ولينا كنمشيو للعرايش، نمشيو للدلالحه، نمشيو لقبالو، نمشيو لكيكو. وسيدي راه لا اله الا الله محمد رسول الله. واش درويش ما يعيش؟ واش هاد الدروس يديروا لي هاد الحالة؟ راه لا يعقل يديروا لي هاد الحالة، ما يمكن. صدمة خايبة، والدري والدي تصدموا صدمة خايبة. واش في الشوطية درنا في الرشا في الشوطية؟ جا وقال لك هزوها حيدوها. أنا مرا، أنا مرا مريضة، ما بقيتش نقدر نخدم في الموقف. أنا كنخدم في بطاطا، بطاطا مبقاوش غيديوني بطاطا، مبقاش كيدير الصندوق. درت في الرشا، كل نهار كيجي ويقول لك هزيها. داكشي اللي كتجمع لي السيمانة كاملة باغي تصيري على ولادك كتخلص بيه الكرارس وتخلص بيه الخدامة، فين غنمشيو؟ لا قال لك الجوطية غتحيد منهن. إيوا لا حيدتو الجوطية وحيدتو السوق. إذا بنادم شي غيقتل شي، راه بقى عندنا غير الجوطية والسوق هما اللي بقاو. والمنتخبين الله يخليك، كل عام فين ما كيبغي يترشح شي واحد كيجي كيعطينا وعود كاذبة، وعود كاذبة اللي ما عندهاش أساس. اين فوا كيشد الرئاسة كيطلع في حالو، كيخلي بنادم كما هو. كاريان ديال القرية مهمش، إلا 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 وشتيه غادي تبكي أنت، أنت غتبكي جلالة الملك غتبكي، حيت هاد الشيء راه في المملكة ديالك، راه ما يشوفش بلاصة أخرى. وشكرا. حنا غنبقاو اللي بغات، اللي بغات توقع توقع، والحل تيوليش، والحل بسم الله الرحمن الرحيم. إسام ياسين صغير مات، شوف ياسين راه مات مضاربينو، راه طلعوه للصطافيط وضربوه الصطافيط. قالها لي هو تتحرق، وقالها لي طلعوه للصطافيط وضربوه وشفتوا عليه الصبابط. إسام راه مات، راه مات مقتول هذاك السيد. وعلاش هما كل فيه الرئيس باش يمشي معاهم باش يستروا القضيه ويدوزوها؟ اين هذاك البركاك ديالهم اللي مشى معاه؟ لا واش هو محروق؟ علاش حرق راسه؟ ما عمره حرق راسه على كروسه الدولي، هو اللي كيصير على دارهم حقا، ولكن ما عمره حرق راسه على كروسه. حنا كاع كنشدوا لنا كراسنا، ما كنحرقوش روسنا، ولكن هو راه ضربوه، ولا ضربوك امام، راه يبقى فوق الحال، راه يبقى فوق الحال. علاش طلعوه الصطافيط وسمعوا حتى واحد ما يصور؟ كنسمعوا في الغوت الصطافيط، علاش تطلعوه الصطافيط ضربوه وتكرسوا عليه؟ ومني ضربوه وتكرسوا عليه رونديو البوليس. واش ما يديرش السيد شحال في راس؟ هو كان يقول خاصهم رونديو ليه، يشدوه على الكمامه. السيد مدي ليه رسخوك ومروندينو على الكمامة من الفوق. راه حشومة، راه شي راه تعدد، راه كاين تعدد من القايد من الخليفة من كلشي، كاين تعدد. وشي كيغطي على شي، علاش هادشي ميت؟ السيد راه مات مقتول، راه مات مقتول، وداروا رئيس ودخل ليه باش تستروا القضية.
علاش ما خلاوش هشام يمشي معاه؟ هذاك شحال من عام علاش؟ الدريدريوين زيدوا الولي هاز دارهم من الصير، وعندو اسلوب زوين ها صورته فين هي؟ ها الصورة، اسلوب عندو زوينة، عندو زوينة، الدريوين شهر هذا واحد راهي في الدري هذا وحشومة اللي بغا يهضر يهضر الدري اخويا حضرت ليه؟ أول جيران حضرت ليه من يشعل في راسه العافية طفيت والو دارش معاه مسكين والو قال لي يا خويا حسيت بالحقرة هما دركون هي وزين ديال السكر مسدود علاش حنا ما نخدموش في ولاد البلاد علاش ما نخدموش او وزين ديال القطن ها هو سادينو علاش ما نخدموش حنايا حنا بغينا دركا الدري بغينا الحق ديالو بغينا الدري بغينا التحقيق ديال الدري هادشي اللي بغينا في الدنيا كامله بغينا التحقيق ديال الدري ياسين هادي ياسين راه خونا وما تعاونتوش معانا دركا ني بغينا سيدنا اللي وقف معانا وعايشه الملك عايشه الملك خويا بالنسبه للسكينه ديال سيدي بنور هاد الناس اللي خارجين محتاجين دابا اخويا راه النص فيهم كي المصدر ديالهم العيش ديالهم من هاد الكرا رصيدو وحنا ما عندناش البديل وحنايا الجوطيه ما نافعنا بوالو والسوق ما نافعنا بوالو ودوزين ديال السكر حتى هو ما نافعنا بوالو انا البراني هو اللي كيفرش فيا ما ولاد البلاد راهم باركين كيضربوا في الحشيش وباركين كيضربوا في الشراب هذا هو باش نافع حنا خويا راه بغينا البديل بغينا شي وزينات ولا شي حاجه فاش نخدموا فيها والعيب والعار اللي بقينا دايرين هاد الكراراس ولا راه حنا ما راضيينش بهم راه شي حاجه راه الله اللي مطالع راه الله يحسن العون وكنوصلوا لهاد الميساج الناس المسؤولين يشوفوا فينا واحد شوفه مزيانه منتخبين الله يهديكم هادشي راه كيضر في الخاطر منطق كيضر في الحالة بالبلاد كي تخربي فيها خلي عندك رفايتها والله ما تدخلش يا شاعل رفايتها صافي روح من الهلا وعيش الملك قدرت نمشي الشارع وخرجنا عند بن غاز قد داك تي عارف الله صافي صافي بارك عليك شكرا ماش غيتلاح مباشر غير وقت الوقت مباشر قلت لها دابا انا دخلت عرفت قلت لك على التصريحات تا هو راه دازو Let's move, talk.
باش شوف شوف دير التصريحات مع الناس شوف ما غتسمع والو حتى الكره حتى علاش ما درتيش انا قدام الشرطه انا قبل قدام الفيشات وما غاديش قول لي نوقف المسلمين فين قول لي نوقف شنو غنقابل هذا ولا غنقابل راه بزاف اصاحبي يو عاود فهم على والو اجي 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 كأبناء مدينة سيدي بانو كنعانيو بزاف في هاد المدينة اخويا الدري ياسين ما عرفناش كيفاش مات كيقول لك محروق ما عرفناش باقي السبب الان باقي باغي نفتحوا التحقيق باش يعرفوا ياسين باش مات اخويا وديك 5 سنين اللي كيقولوا ياسين دار ما بغيناش هي نفتحوا فيها التحقيق بغينا نعرفوا ياسين هذيك 5 سنين كيفاش ضربها وكيفاش مات حيت كي بنادم كيبقى يقول لك راه تحرق ولا دار شي حاجة بنادم ما عرف شي حاجة وكيبقى داوي اخويا فهمتي كيقول لك السوق تعدوا عليه خو بغينا نفتحوا حنا شي حاجه وبغينا خو هاد المدينه راه كنعانيو بشحال من حاجه بنادم مقود عليه العمل الوحيد اللي في المغرب اخويا كيبان لك بنادم ما عندوش باش حتى بنادم اخويا شو الصيف وبنادم كاع ما مسافر اخويا باش عرف بنادم اخويا واصل به ان شاء الله عندهم بغينا اخويا شي حل للمدينه هذه كنطلبوا العامل وكنطلبوا الملك يجي يدير لنا شي حل للمدينه هذه حيت تقهرنا بزاف اخويا وهذا شنو المعاناه اللي كتعاني واش وكنعانيو حتى ملاعب القرب ما كاينينش صاحبي يهرب لك وتشوف لو في لو عارف تخدم الشباب راه مشاو مرا صاحبي ما كاينش فاش يخدم ما ملاعب قبل ابسط حاجه توفر للمواطن هي فين يلعب فين يمثل الهموم ديالو ما كايناش اخويا في هذه المدينه يا في يا اما كتولي كتقرقب ولا كدير فاند ولا شي حاجه ولا كتخرج من شي مدينه تقلب على راسك هذه المدينه راه والو هذه العمل الوحيد اللي ميشي في المغرب اللي غادي ندير ماشي هي هذا مكان بين اخو العمل ياك العمل كيبقى داوي يجي يدير لنا شي حل للمدينه هذا غادي فيها والعمل قدامات يعني راه بغينا هاد البلاد تكون زوينه ولكن حنايا راه حنا ولاد البلاد تنترسو كيجيو هما هنا كيبداو ينتفعوا علينا راه والو ما خدام حتى واحد فينا راه كيمتعوا علينا هنايا كيقمعوا بالشعب وقمعوا بالاطفال دايرين كروسه باغيين يترزقوا الله يعني كان لا يحصى والسلام عليكم والنداء كنعطي لصاحب الجلالة واحد الثاني في نظر لهذ النظرة اللي هي واقعية واش الإنسان شاف شو ضحى وبيقتلوه يعني راه شومة الله حي ياسين الله حي ياسين الله حي ياسين
سويلي متابعينا الأوفياء، لازلتم متواصلين معنا في هذا البث المباشر من أمام بلدية سيدي بنور بإقليم سيدي بنور. مسيرة تضامنية مع الشاب ياسين اللي حرق رأسه بعد ما تعرض للظلم من رجال السلطة ومن الضرب ومن التعنيف ومن اللي مشى بغى يجيب العربة ديالو اللي محتاج زع. قالوا لي انت جايب لك مهمة وقيدوا لي مخالفة ديال المهمة، ومن بعد ما رضاش ومشى خدا ليسونس وحرق راسو. من بعد مشى لنعس في قسم الانعاش. من بعد 4 أيام او 5 أيام توفى الاخ ياسين في ظروف غامضة، ما عرفوش واش الحروق اللي اثرت عليه باش توفى او للضرب اللي تعرض ليه الاخ ياسين، كما جاء على لسان اخته هو اللي خلاه يتوفى. متابعينا الاوفياء، كنذكركم باش تدعوا مع الاخ ياسين بالرحمه والمغفره وتضامنوا معاه وتبارطاجيو هذا اللايف هذا باش العائله ديالو تعرف الحقيقه وتعرف وتاخذ الحق ديال الاخ ديالهم اللي ضاع منهم، اللي كان هو المعين الوحيد لهذه الاسره الفقيره. كيف ما شفتوا البارح في البث اللي كان البارح، انه كما جاء على لسان الاخت ديالو انه هو الوحيد اللي كان كيعينهم بهذيك الكروسه.
كنذكركم متابعينا الاوفياء باننا مازال متواصلين معكم في هذا البث المباشر، كنتمنوا تبارطاجيو على اوسع نطاق. مش قدام I'm gonna go get some more.
كتشوفوا مباشرة من بيت سيدي النور حاليا. Thank you.
Let's go!
الصوت حل 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 الصوت فساد على الصوت 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 على لا والو الدري مسكين ماشي ترزق الله على كراوسو. انا الوالد بعد ماشي لي سبعه الكراس كان يوقع لي نفس كان يوقع الوالد عندي نفس الدري اللي وقع لي دابا يقدر حتى هو يحرق راسه او دابا حرق راسه ما قال لي حتى شي واحد لا والو اما لقات باش يشري الدواء دابا وهادشي راه وصلات العظم والله لا خدمه لا والو الشباب كامل جالس هادو كاملين كيعانوا بزاف راه وصلات العظم وعندنا وزين واحد لا كان بواك صاحبي عاد تخدم ما كنتيش ولاد بلاد ما كيخدموش كيخدم على البراني من الاخر والدراري راه كاملين راه اي واحد انا قادر يحرق راسه قادر ماشي يفوت اي حاجه راه وصلات العظم والله من الاخر اول حاجه الخوش ياسين مش انا هذا حرق راسه اول حاجه تعدوا من الثقه تعدوا عليه دخلوا صافي تما تعدوا عليه بالسلام وتما ياسين العشره ديالهم قاسك الزفر بلا ما بقيتش الزفر اي واحد كيتعصب اي واحد كيكامر على الصغير الفاني يدير اي واحد فطحر يا عدنا اول حاجه خويا ياسين ما ماتش مقتول وما قتلوه مش انا بقش راسه مش انا غنبقش راسي غنبقش راسي حتى تعدوا عليه غتعدوا عليه بزاف اخو تعدوا عليه والحرفه على
كلونا ياسين كلونا ياسين كلونا ياسين كلونا ياسين وما غتفكوش وشايب الحق ديالو كلونا ياسين كلونا ياسين تحيا لإيطاليا تحيا لإيطاليا سانتو بعد سانتو تحيا لإيطاليا Yeah.
غتجيب كلشي صايب ولادكم علمتوها ولادكم علمتوها ولاد ما قد
Okay, I'm